السلام عليكم، تبارك الله عليكم. معكم الفنان رضوان وهبي من برشلونة. أنا اليوم درت هذا الفيديو باش نقول لحبابنا وأخوتنا وعائلتنا اللي موجودة في المغرب باش يبقوا في ديورهم وما يخرجوش. الله يخليكم الله يخليكم، رجاء رجاء ما تخرجوش للزنقة. راه هادشي راه صعيب بزاف 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 فوق ما كتصوروا. حنا دابا برشلونة تقريبا في 24 ساعة راه كيموتوا تقريبا 1000 الناس، 900 800 كيموتوا، يعني الحصيلة راه هي مرتفعة بزاف، وهادشي راه ماشي سهل. وهذا السبب ديالو هو أن في الأول ما كانت اتخذت الإجراءات اللازمة اللي كانت خصها تكون. فلهذا أنا كنوجه تحية كبيرة للسلطات المغربية اللي بطرات بهادشي هذا على بكري، ووزارة الصحة. وكنتمنى من التجاوب ديال الشعب المغربي انه ما يخرجش للزنقه ويتبع التعليمات ديال السلطات المغربيه. وحنا راه خايفين عليكم، ورحنا قلبنا معكم وقلبنا هنا وقلبنا تما، يعني الله يخليكم. رجاء رجاء ما تخرجوش للزنقه خصوصا في هذه الفتره الاخيره. وكنتمنى من كل قلبي ربي يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله يا ربي، وترجع المياه لمجاريها، ويا ربي يحفظ ملكنا ويحفظ شعبنا ويحفظ المغرب الحبيب. وتحية كبيرة لقناة الدار اللي دائما كتوصلنا الخبر. وتبارك الله عليكم، يا ربي يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله يا ربي. معكم الفنان رضوان وهبي من برشلونة، تبارك الله عليكم. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.